صباح جديد يجمعنا بحضراتكم أعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميلة. مصر جميلة دايما بحضراتكم بأبنائها المخلصين في كل مكان. النهاردة في العديد من الأحداث اللي بتحدث على أرض مصر. الحقيقة أن احنا النهاردة هنشهد أول جلسة افتتاحية لمجلس الشيوخ في ثوبه الجديد بعد عودته بعد التعديلات الدستورية الأخيرة اللي أقرت بوجود غرفتين في البرلمان المصري. النهاردة هتكون أول جلسة بإذن الله، وهيتم انتخاب رئيس البرلمان. اللي عايز يترشح لرئاسة البرلمان هيترشح، هيرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا. يتم إن شاء الله عمل الانتخابات واختيار رئيس البرلمان الجديد اللي بدوره هيفتح باب الترشح لاختيار وكيلي البرلمان بإذن الله حتى تتم الهيئة البرلمانية ويتم سير العمل فيما بعد. نتمنى إن شاء الله إنه البرلمان أو مجلس الشيوخ يقوم بالدور المنوط به في حفظ الديمقراطية والحفاظ عليها وفي تشجيع عمل الأحزاب وعمل المرأة والشباب، لأن ده هو لب دوره بحسب المواد الدستورية. النهارده كمان هيكون عندنا احتفالية جميلة جدا. احنا طول العام بنحتفل ونحتفي بأولادنا ذوي القدرات الخاصة، لكن مهرجان أولادنا لذوي القدرات الخاصة النهاردة هيفتتح الستار عنه في دار الأوبرا المصرية بمجموعة من الأغاني الجميلة، وافتتاحية نتمنى أنها تنال إعجاب المشاهدين وأولادنا من ذوي القدرات الخاصة في كل مكان. والجميل أن هيكون معنا النهاردة الشاعر اللي كاتب الكلمات الافتتاحية لأغاني مهرجان أولادنا بإذن الله. النهاردة في هذه الحلقة عندنا فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن الشعر أو ديوان الشعر وعنوان الأدب. الحقيقة إنه الشعر هو الوسيلة لتسجيل أفراحنا وأحزاننا ولتسجيل البطولات التاريخية، الحديث عن المناسبات المختلفة، إما بيكون شعر فصحى أو بيكون شعر عامية، لكنه في النهاية المفروض إن هو يمس إحساسنا ويوصل الغرض منه. احنا بنبقى حريصين دايما كل فترة على استضافة شعرائنا وفنانينا وأدبائنا علشان نحافظ على الشخصية المصرية والهوية المصرية اللي بتتأثر بهذا الشعر وهذا الأدب. هنشوف موقع الشعر النهاردة ايه، هل مازال للشعر مريدين ومحبين؟ هل الناس لسه بتستمع لشعر الفصحى ولا استسهلت وبقى شعر العامية هو الأساس؟ وإزاي ممكن شعر العامية يكون شعر مغنى أو شعر غنائي وشروط ذلك؟ هشرفنا النهاردة الحديث عن هذا الموضوع في الفقرة الثانية الشاعر راضي علي الطهطاوي عضو اتحاد كتاب مصر واللي كاتب النهاردة كلمات الفقرة الافتتاحية لمهرجان أولادنا اللي هيكون في دار الأوبرا المصرية واللي هينقله التلفزيون المصري بإذن الله. كمان هيكون عندنا فقرة تانية عن السياحة، والسياحة للأسف هي بتعاني بقالها فترة طويلة مش في مصر فقط ولكن في أنحاء العالم كله نظرا لظروف جائحة كورونا. وبالتالي حتى وإن كانت السياحة هي مصدر أساسي من مصادر الدخل المصري، ما قبل ثورة يناير كانت هذا المصدر الأساسي، ما بعد الثورة تعثرت بعض الشيء، لكن استطعنا أن احنا نحقق أرقام قريبة وقد تتفوق في بعض الأحيان على الأرقام اللي كنا محققينها قبل 2011 لغاية للأسف ما ظهرت كورونا وبدأت التداعيات الخطيرة اللي خلت كتير جدا من المنشآت للأسف تغلق أبوابها، تفقد الناس العاملين في السياحة مرة أخرى بعد ما استطعنا إن احنا نرجعهم لهذا المجال. إزاي ننهض بالسياحة؟ وهل الموسم السياحي الشتوي الجديد إن شاء الله هيكون موسم ناجح في ظل كل هذه الأحداث؟ وإيه الإجراءات الاحترازية اللي احنا واخدينها لاستقبال السائحين اللي بدأوا يتوافدوا سواء علينا في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة أو غيرها من المناطق الأكثر أمانا في كوفيد 19؟ ده هيكون محور حديثنا النهارده مع ضيفنا اللي هيشرفنا بعد الفاصل الأستاذ هشام فتحي الخبير السياحي. هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم حديث مطول عن السياحة.